السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندي لكم هاد كوصة كنطيبوها في الزيت، كتجي زوينة بزاف رغم المقادير ديالها البساط، كتجي بنينة. كنتمنى تعجبكم وتشاركوا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب ديالكم. يلا ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. المقادير نحتاجو ليهم 1 كيلو ديال الفاص، 2 معالق ديال سنيدة، شوية ديال الخميرة معجونة، شي قطرات ديال روح ديال الفاني، الملحة، بيضة، 4 معالق ديال الزبدة، والحليب باش نعجنو العجينة. نبداو على بركة الله في طريقة التحضير. ناخدو بيضة نديروها فوق الطحين، نزيدو عليه الخميرة معجونة، الملحة، سنيدة، ونزيدو عليهم مادة 4 معالق ديال الزبدة، ونزيد عليهم شي قطرات ديال الفاني. وبالنسبة اللي عندو الحامض ولا الليمون يديرو، أنا ما عنديش، ندير شي قطرات ديال الفاني. نبداو نعجنو، نعجنو هاد الطحين مع الزبدة وهاد الخليط كله حتى يدخل لينا البيض والزبدة في الطحين، عاد نبقاو نزيدو الحليب شوية بشوية. بعد ما دخلنا العناصر كلهم في هاديك الزبدة والبيض في الطحين، كندوزو نكبو الحليب. الحليب يكون دافي شوية بشوية، مانكبوش الحليب في دقة واحدة باش ما تجيناش العجينة جاية. بعد ما جمعنا العجينة البنات، كنخليوها شوية قاسحة، ما كنديروهاش جاية كما كتلاحظوا. دهناها بشوية ديال الزيت، بلاستيك غذائي، ونخليوها حتى يطلع فيها التخميرة. تبدا تطلع لينا فيها التخميرة، نعاودو نحطو نشكلوها. طفينا العجينة وخلينا طلعت فيها التخميرة، نحيدو ليها دابا بلاستيك غذائي. ونقسموها على 3، بعد ما قسمناهم البنات على 3، دابا ندوزو باش نشكلوهم. غنغطيو جوج، نغطيو جوج نخليوهم جانبين. ناخدو واحد الكره نرشو السطح ديال العمل بشويه ديال الفاص، ونحاولو ندلكوها البنات، وتجي نحاولو تجينا هاد الكره دايره. بعد ما سرحنا البنات هاد العجينة كلها، شكلناها دائرية. دابا ندوزو باش نقطعوها، نقطعو التقطيعة الأولى بالمستحكم الوسط، ونعاودو عاوتاني نقطعو بحال الشكل زائد، ونبقاو نقطعو. راه ساهلة البنات.
بعد ما شكلنا كاوصة كناخدو من شي طاوة كنفرشو فيها المنديل، وكنحاولو نستفو هاد الكاوصة كولا في طاوة، وخصها البنات هذاك الراس الاخير خصها نردو لتحت باش منين تخمى باش ما يخسر لينا الشكل ديالها، ونبقاو مستمرين بنفس الشكل حتى نساليو العجينة كاملة. الاشكال ديالهم البنات دابا كنغطيوهم، كنغطيوهم ونخليهم حتى يخمعوا مزيان، كناخذ واحد المنديل ونغطيوهم ونخليهم حتى يخمعوا مزيان، ونعاودو نتلاقاو باش نقليوهم. لينا البنات كاوصه خمعت لينا، كنخليوها تخمع مزيان مزيان باش تجينا زوينه. ندوزو دابا باش نقليوها. كناخذو المقله كنكبو فيها الزيت ونخليوها حتى تسخن البنات، وغنحطو فيها الكاوصه. التحت ديالها ني نتبقوها لتحت، دغيا كطيب البنات مباشرة عن سليم، وتطلقوها مباشرة كما كتلاحظوا دغيا كتحمر. خصنا نديرو عافية مهيلة باش ما تحرق ليناش. عن سليم المقلة نعمرها صافي، نبقاو نقلبو في اللولين. بعد ما تحمر البنات من الجهات بجوج كنحيدوهم، لي تحمرات كنحيدوها فشي تبصيل. مباشرة البنات كنحيدو وكنبلعو الخرم باش يطيبو لينا، باش ما تبقاش لينا الزيت سخونة بزاف. هو الشكل النهائي ديال الكاوصة بعد ما طيبناها. انا زينتها بسنيده، بالنسبه لكم كل واحد يزينها باللي بغى. ممكن نزينوها بالشوكولاته، صوص ديال الشوكولاته، ممكن نخليوها هكا وكتجي المنظر ديالها زوينه البنات. الا شفتوها في الكاميرا كتجي الشكل ديالها زوين بزاف وكتجي مهويه من الداخل. نحل لكم وحيده باش تشوفوها، فيها الشوكولاته وكتجي البنات كتجي من الداخل زوينه بزاف. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وتشاركوا مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. اللي باقي ما اشترك يشترك في القناه، واللي اشترك يضغط على الجرس باش يوصل ديما الجديد. عفوا، جزاكم الله خيرا.